مرحبا يا أصدقائي، منتخب سوريا لكرة القدم يواجه كوريا الشمالية أو الديمقراطية في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026. صديقي أنت عم تشوف الفيديو، بتمنى منك تفوت تضغط لايك وإعجاب بهي القناة لحتى تضل مستمر معكم بالحديث عن كل ما يتعلق بمنتخب سوريا وايضا كره القدم السوريه، واهم شيء تعليقاتكم. بدايه يعني مباراه كوريا الشماليه هي اولى المباريات للمنتخب الوطني في السعوديه، وبالتالي يعني منتخب كوريا الشماليه هو المنتخب المنافس لمنتخب سوريا. اذا ما قلنا انه منتخب اليابان يعني هو في 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 ليفل اخر او مستوى اخر في هي المجموعه اللي بتضم ايضا ميانمار، بتاهل اول فريقين الى المستويات الأخرى بهي التصفيات المونديالية والآسيوية المزدوجة. إذن أول اثنين بتأهلوا لكأس آسيا، وأول اثنين بتأهلوا إلى المجموعات القادمة في التصفيات المونديالية. منتخب سوريا مع كوريا الشمالية بكرة، شو ممكن يعمل منتخب سوريا؟ منتخب سوريا لازم يكون جل اهتمامه وكل تركيزه على تحقيق الفوز بهي المباراة، لأنه أي نتيجة سلبية عندك انت بعد 5 ايام مباراة مع المنتخب الياباني سلبيا حتأثر عليك نتيجة سلبية اخرى مع منتخب اليابان. انا اعتقد انه لازم يعني نفكر بهي المباراة وننسى مباراة اليابان. خلاص اليابان هي صاحبة الصدارة، اكيد ما في شيء مستحيل بكرة القدم، لكن يعني كل الامور تقول انه وكل المقارنات والاسماء واللاعبين وعلى الورق اليابان هي بحتة تانية يعني، وبالتالي مواجهة كوريا الشمالية هي الأهم لمنتخب سوريا. كيف لازم يلعب منتخب سوريا بهي المباراة؟ أنا الشيء المتخوف منه أنه منتخب سوريا عندما يمتلك الكرة لا يستطيع أن يصنع الفارق. يعني متعودين إحنا ندافع ونلعب هجمات مرتدة، جاي هلأ تلعب مع كوريا الشمالية، كوريا الشمالية بدها تدافع وتعتمد هي على الهجمات المرتدة، وبالتالي رح تترك لك الكرة. لما تترك لنا الكرة هون إحنا شو بدنا نعمل؟ يعني أنا بتمنى انه يكون في تركيز 100% من اللاعبين. عمر السومة، عمر خريبين، ابراهيم هيسار، ايزاكيل، عم اللاعبين المحترفين الدوري الارجنتيني، الحلاق محمد عثمان، يعني عمر ميداني وثائر كروما، هيك بتوقع يكونوا قلبين دفاع، وكردغلي، وايضا عبد الرحمن ويس. هي التشكيلة أنا المتوقعة، إضافة إلى إبراهيم علمي، هي التشكيلة المتوقعة. لازم يفوتوا أول ربع ساعة نسجل هدف، ضغط عالي، يعني ممكن نقدر نلعب ضغط. نحن بالمباريات ودية ما لعبنا ضغط عالي، بس لازم أنت تستحوذ على الكرة، شوية تركيز من لاعبينا. فريق كوريا الشمالية إذا ما نحكي مقارنة مع منتخب سوريا، وفريق ما عم بيلعب مباريات، من زمان ما لعب مباريات، لعب بالدورة الآسيوية الأولمبية، فريق تحت 23 عام، ما بينخاف منه هذا المنتخب غير بشغلة واحدة، انه هو سريع بالهجمات المرتده، دفاعيا سيء، وبالتالي لازم يربح منتخب سوريا. لازم التركيز، لازم لاعبين منتخب يحسوا بقميص المنتخب، يعني لازم ياكلوا الملعب اكل بهي المباراه. انت ربح على كوريا الشماليه بشكل كثير كبير حتضمن تاهل، عندك مباراه اياب صح، بس انه معنويا بتفوت على منتخب اليابان، اذا اخذت نقطه انت عامل انجاز مع منتخب اليابان. اما اذا خسرت من كوريا الشماليه فيعني خلص بدك تفوت على مباراه اليابان، لازم تربح، وفتنا بدوامه الحسابات. هذا الشيء اللي ما بنتمناه. الجمهور السوري يعني هلا في موجه ترقب لمنتخب سوريا، يعني انا ذكرتني هي الموجه بتصفيات مونديال روسيا 2018، عالم كله ناطره مباراه سوريا. ليش؟ لانه الشعب السوري ما عنده يعني متنفس وفرحه غير كره القدم حاليا، وكثير مؤثر فوز منتخب سوريا على الشعب السوري. الناس كلها ناطرة بكرة مباراة منتخب مع كوريا الشمالية، يا بترفعوا من شأنكم كلاعبين وبترجعوا صوركم تتعلق بالغرف، يا يعني بتتنزل صوركم إلى أبد الآبدين. بتمنى أن اللاعبين يكونوا مفكرين بهي الناس، بهذا الشعب. ما يفكر اللاعب بالنادي تبعه أنه والله إذا انصاب ما عاد يلعب، فكروا بالناس، فكروا بالجمهور، فكروا بالعالم يلي ما معه حق أكل بسوريا، أنه تفرحون بهي المباراة. فنيا افضل من كوريا الشماليه، نحن بنخاف من هجمات مرتده. كل التوفيق لنصور قاسي ونكتر كوبر، يعني هي هذا فينا نقول اختبار الرسمي الاول لك. يعني اللاعبين المحترفين بالدوري الارجنتيني، اذا كان العام وابراهيم هيسار،
ضروري كثير نشوفهم بهي المباراة إن كان أساسيين أو بدلاء. المهم أيضا يعني كوبا لازم يكون له حسابات مختلفة لأنه بعد 5 أيام عنده مباراة ثانية. هون تكتيك المدرب بيلعب بطريقة مختلفة. على كل حال كل التوفيق، أنا بتوقع أكيد يفوز منتخب سوريا إذا ما صار مفاجأة، إذا ما صار في تفاصيل صغيرة، حالة طرد المدافع لمنتخب سوريا أو طرد جزاء ضربة جزاء للمنتخب الكوري ممكن تختلف تقلب الأوراق، لكن لازم يفوز منتخب سوريا. في جمهور كتير كبير حيكون بالسعودية عم يشجع سوريا وعمر السومة، وهذا الشيء عامل إيجابي كتير حيكون بهي المباراة. كل توفيق لمنتخب سوريا. أكيد أصدقائي على التعليقات على الإعجاب بهي القناة لنوصل ل 10,000 مشترك، وكل التوفيق لمنتخب سوريا، وإن شاء الله أكيد الفوز بيكون من نصيب نسور قاسم. باي باي.